يا اخوان الله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. تعرف ايش معنى الرحمن؟ رحمة. هذه رحمة لجميع الخلق. الرحمن أي رحمة تعم الخلق جميعا، حتى الكافر يتقلب في رحمة الله. الله أكبر. حتى الكافر يتقلب في رحمة الله. الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وهناك أحبابي في الله رحمة خاصة، الله عز وجل يقول وكان بالمؤمنين رحيما. الله يجعلنا ممن يخص الله عز وجل برحمته. يا رب يا رب يا رب. الاسم الكريم عبد الرحمن طنطاوي. نعم يا عبد الرحمن. عبد الرحمن ايش الآية اللي سمعتها؟ اولا استسمحني قبل ان اقول الآية، لان هناك حملين على صدري اريد ان ازيلهما. نزل عمي خذ راحتك. فالاول والله اني احبكما في الله. الله يحبك ويجمعنا وياك بهذا الحب تحت ظل عرش يوم لا ظل الا ظله. والثاني هناك اصدقاء لي من مصر عندما علموا انني هنا اوصوني بان اخبركم بانهم يحبونك في الله. حبهم الله وجمعنا الله واياهم واياك وجميع المسلمين في الفردوس الاعلى من الجنه. بس من نايف من قدي انا اليوم، من قدي المصريين بيحبوني. عظمه والله عظمه. الله يسعدك يا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. سيدك عبد الرحمن قبل كم سمعت عبد الرحمن؟ سنة إلا شوي. إيش سوت فيك؟ 180 درجة. للأسوأ ولا للأحسن؟ للأحسن أكيد. يعني بالله في واحد من بالقرآن أثر للأسوأ؟ الله يجزاك خير شيخ نايف. الا كيف عبد الرحمن بعد اذنك ابو باسل، كيف نفسيتك في السنه هذه؟ الا والله انا عاصي، ولكني كما قال الشاعر انا المضطر ارجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيب. الله اكبر. والله لو ندري انك انت هنا ما جينا. انت تلقي المحاضر ما شاء الله. والله ما شاء الله تبارك الله عليك. الله يسعدك وان شاء الله نشوفك باذن الله خليفه للمشايخ. يصير ابو اسحاق الحويني 2 ولا محمد حسان، محمد حسين يعقوب حته واحده. الله يرضى عنك يا ما في لحيه ينفع بك. لا اهم شيء القلب، اهم شيء قلبك. خلي اللحيه بعدين، اذا انت رب اللحيه حقت القلب بعدين تطلع اللحيه حقت الوجه ان شاء الله. الله يسعدك شيخ نايف. سبحان الله قرأ آية عجيبة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة في الدنيا. يقسم المجرمون يقول والله ما لبثنا إلا ساعة في الدنيا. كذلك كانوا يؤفكون. الله عز وجل يقول لهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق
لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا أخوان في آية في سورة الأنعام والله أتمنى الجميع يحفظها ويكررها بين وبين نفسه حتى لا تغر هذه الدنيا كما غرت الكثير. اسمعوا وتمعن. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون.